شغر بحضن وليدي راح مني راح مني وليدي شاب. انا اردع الرزله وسويت له جادر، انا اردع الرزله ونصبت له جادر، راح وليدي مني راح. كان يجلس مع والده امام المنزل، تفاجأ بدخول مسلحين من جانبي الشارع. اجوا يدقونهم بيتي هنا، وقفتهم قلت لهم عم من على الشيطان هنا شباب، وجاء ما كفوا منه، راحوا رموا طلقات، ذولاك رموا عليهم وليدي قاعد يمي، حضنته ما لحقت عليه طبت بقلبه. نزاع مسلح بين طرفين في مدينة الصدر، راح ضحيته الشاب حيدر الذي تلقى عدة رصاصات بمنطقة الصدر. عندنا جهل، وكل المراجع وكل رؤساء العشائر تقول يا با هذه الدقة العشائرية مو صحيح، لكن هذا جهلنا وصلنا لهاي الحالة. الشرع يقول ورؤساء العشائر تقول، القانون يقول، وهذا شوف الطفل هذا الشاب عمره 19 سنة راح بريء، قاعد هو وابوه هنا. نعم نعم، وهذا موجود التصوير والناس كلها شافت. هسه جاي على الرسل عود والله، هاي صارت هيك ويدقه ويضربه ويقول لك انت قلها دقك فوقها العالم هيك هيك. والله اي والله هيك عصابات، اي عصابات، ناس ما ادري شنو، لا ذمة ولا ضمير عنده. يتحدث ذو حيدر عن طريقة القتل التي حصلت بدم بارد. احنا قاعدين هنا أنا بالبيت وهم جيران، هم ذول حيط، هذا بيتنا وهذا بيت السيد، هذا بيت السيد. بعدين هم نزلوا منا بدراجات، طبوا منا مسلحين ملثمين منا بدراجات وطبوا منا كمشي، وندعمهم اهل العركه هاي بنص الفرع بيتهم، يعني طبوا منا وطبوا منا حاصرهم. صارت هنا جبهه قصي يرمي قصي، يعني جهال هنا تلعب الفرع، هاي جهال. هو السيد هنا قاعد خطيه، هاي السيد حير جوانا مو يم السالفه، عم عالم صاروا سنين هنا ما لهم صوت، ناس اجلاء وخيرين وطيبين الله يرحمه برحمته الواسعه. لا رادع لمن ينتهك حرمه الدم، شباب تموت واجراءات وهميه. فوق ما طق اقلبه اطقك فوقه، عمي شيله وياي يقلبني، طقيته راحوا شغلوا سياراتهم يرمون، اخذوا لك الفرع من الطول للطول، جاء ما صارت. شيت ناشد سووا الدق العشائريه اربع ارهاب، الله وكيلك الدق هي المدينه من يوم وساعته، لا نظام يكظها، لا دوله يكظها، لا أمه تكظها. هاي احكي لك، هذا السيد مات، هاي نقطه بحر، الاف مؤلفه دقات عشائريه، شنو بشلك توصل للشلك، شلك يدقون بالمدينه، لا دوله تكظها، لا استخبارات كذا، لا مكافحات كذا. من بغداد مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية.